خوتي المغاربة، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ياسين دايلي. أنهت شركة إسبانية هيمنة الشركات الفرنسية على صفقات تجديد المطارات المغربية حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية ومغربية، حيث ظفرت شركة إينيكو للمقر ديالها العاصمة الإسبانية مدريد بصفقة توسعة وتصميم مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء. صحيفة البايس الإسبانية قالت أنه الهدف من هذه الصفقة هو الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 لغاية يتم المشاركة فيه مع المغرب ثم البرتغال، حيث من المتوقع أن يتم توقيع العقود يوم الأربعاء المقبل من طرف وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني أوسكار بينوتي اللي غيزور المغرب ويلتقي بنظيره المغربي محمد عبد الجليل. وبحسب مصادر صحيفة البايس اللي قالت انه قد تم فعلا اختيار شركة إينيكو الإسبانية من قبل المكتب الوطني للمطارات المغربي، وذلك من أجل تطوير وتحسين منطقة الطيران والمحطات في المطار مع النظر إلى متطلبات المطار حتى عام 2050، وكتعتبر توقيع هذا العقد أحد أسباب زيارة وزير النقل الإسباني للمملكة المغربية، حيث كان رئيس الشركة سيرخيو فاسكيز ضمن هذا الوفد اللي غيكون مرافق له. شركة إينيكو الإسبانية قدمت واحد العرض اللي هو متوازن للمغاربة من أجل الظفر بهذه الصفقة التي لم يكشف بعد عن قيمتها المالية، وذلك بالاستناد إلى خبرتها التي تصل إلى 50 سنة في تطوير مطارات في عدد من دول العالم على رأسها إسبانيا واليونان والمكسيك وكولومبيا والرأس الأخضر والكويت. ومن المرتقب أن تشرع الشركة الإسبانية بتحديد حجم حركة المسافرين المتوقعة في مطار محمد الخامس بين عامي 2040 و2050 لتحسين إدارته وزيادة كفاءته في مختلف مرافقه، بالإضافة إلى تحسين خريطة ربطه بشبكة الطرق والسكك الحديدية. الفريق الهندسي للشركة غيعمل على تحديد مراحل توسيع المطار لزيادة طاقته الاستيعابية، حيث استقبل المطار سنة 2023 ما مجموعه 9.3 مليون مسافر، والرقم غادي يوصل إلى سعته القصوى المقدرة ب 14 مليون مسافر متمثلة في 36% من حركة المطارات المغربية بشكل عام. وفي هذا الصدد قال رئيس الشركة الإسبانية اللي فازت بصفقة تجديد أكبر مطار بالمغرب أنه تعزيز المغرب لبنيته التحتية تزامنا مع توطيد علاقاته مع إسبانيا غيفتح الباب أمام فترة واعدة لشركات الهندسة والبناء الإسبانية في سوق كانت الشركات الفرنسية تحتل فيها موقعا غالبا. رئيس الشركة الإسبانية في زيارته للمغرب ولقائه بوزير النقل المغربي محمد عبد الجليل إضافة إلى وزير الماء والتجهيز نزار باركا عبر على السعادة ديالته بقدومه للمغرب وفوز شركته بهذه الصفقة، لأكد من خلالها على أنه العلاقات المغربية الإسبانية ماضية في تحسن وتقدم كبير، مردفا أن المملكة المغربية تمنح إمكانيات كبيرة لتنمية المنطقة بأسرها لا سيما أمام الاتحاد الأوروبي. ونشوفكم على خير.